السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، عاملين إيه؟ وحشتوني، جايلكم النهاردة من برنامج مطبخ على الهوا. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والإخوة الأكبر طيبين بمناسبة العيد بتاعهم وبمناسبة شم النسيم. كل سنة والأمة الإسلامية بخير يا رب، ويجعل رمضان دخلة خير علينا. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. جايلكم النهاردة وجايبة معايا الطلب اللي كل حلقة بيتكرر كتير جدا، هو البيتزا. جاي نعملها النهاردة بمنتهى السهولة، مقادير سهلة وبسيطة خالص، مفيهاش أي تريكات ولا حركات. هتقدري تعمليها لولادك بجميع الأنواع اللي انت عايزاها. جايلك النهاردة بحاجات سهلة خالص وبسيطة، وهنتكلم كمان شوية عن الفسيخ عشان شم النسيم. كل سنة وانتوا طيبين، وهنسمي الرحمن ونخش على طول في المقادير عشان نلحق نشتغل مع بعض البيتزا الجميلة بتاعتنا النهاردة. ربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم ان شاء الله. معايا المقادير بتاعتي النهاردة، معايا كيلو دقيق منخول زي ما احنا متعودين، معايا معلقتين خميرة فورية. عايز تشتغلي بخميره بيره يبقى بالظبط 50 جرام، معلقتين خميره فوريه، معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه خل، وربع كوبايه زيت. دي المقادير بتاعت البيتزا في منتهى السهوله. بعجن بميه دافيه. المقادير تاني، كيلو دقيق، معلقتين خميره فوريه، معلقه سكر، معلقه ملح كبيره، ومعلقه خل، وربع كوبايه زيت. هنسمي الرحمن ونشتغل على طول في العجن بتاعنا عشان تلحق تاخد وقت. وهعلمك تعملي شيبسي بمنتهى السهولة لولادك عشان ما نشتريش اي حاجة من برة، ومش هياخد منك 10 دقايق بالظبط. اسمي الرحمن وهنزل بمعلقتين الخميرة الفورية، معلقتين كبار، وعندي معلقة السكر كبيرة برضو، هاخد نصها كده على الخميرة، نصها على الخميرة، وهاخد ربع كده، ربع كوباية مية بالظبط عليها كده، وأدوب الخميرة بتاعتي وغطيها على ما نتكلم شوية مع بعض كده ونحط باقي المقادير. هتكون إن شاء الله اتفعلت. ولازم نعمل التست ده للخميرة حتى لو انت نوع واثقة منه، لازم التست ده مع الخميرة عشان اطمن ان هي نشطة وشغالة. حتى لو نوع الخميرة ده انت عندك موجود وواثقة فيه بتشتريه من حتة، لازم ان احنا نعمل لها التست ده، سواء فورية او خميرة بيرة من الافران. خلاص كده هي دابت اهي، وهسيبها تتفاعل مع بعضها شوية عشان انزل بيها على الخميرة، وده كمان ما بياخدش وقت معايا. لو عايزة تخمري الحاجة بسرعة بتولعي الفرن 10 دقايق وتدفيه، وتحطي طبق العجين بتاعك، يبقى هيبقى بسهولة جدا ان هو هيخمر معاكي في خلال نص ساعة، مش هياخد الساعة اللي انا قلتلك عليها. خلاص كده استاذة امنية. الو. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. نورتيني يا استاذة امنية. ربنا يخليك يا رب. انا بس كنت عايزه اسال سؤال. اموريني. عندي دي اسبونج كنت عايزه اعمل بيها ترطايه بس مش عارفه، وعملتها المره اللي فاتت ونشفت مني وباظت. لا اقول لك حالا دلوقتي وانا شغاله تعملي ايه. ربنا نورتيني بتسالك يا استاذه امنيه. بصي يا استاذه امنيه، دي الاسبونج نص كيلو دي الاسبونج بياخد معايا 4 بيضات لو حجمهم كبير، 5 لو حجمهم صغير. تمام، 4 بيضات على نص كيلو دقيق الاسبونج، وبتحطي نص كوبايه ميه المج العادي بتاع الشاي بس كده خلاص، وبتضربي وبيبقى جاهز معاكي دقيق الاسبونج. اهم حاجه ان انت بتضربي فيه من 10 ل 15 دقيقه لحد ما الفوم بتاعه بيعلى، وبتحطيه. ادي كل اللي انت هتعمليه في دقيق الاسبونج، بيبقى جاي فيه كل حاجه، وصدقيني هينجح معاك وهيطلع زي الفل. ونورتيني باتصالك. غطيت الخميره وسبتها تتفاعل شويه. هعمل ايه؟ هحط معلقه الملح، واحط الباقي من معلقه السكر اللي اتفقنا عليها، لسه هحط معلقه الخل، ولسه الدقيق معايا، الزيت معايا مش هحطه دلوقتي. بيتزا سهله ناجحه بسيطه جدا تقدري تعمليها، واقولك ازاي تخزنيها كمان في الفريزر، وبتقعد معاكي شهور طويله. اهم حاجه ان احنا لما نوصل لمرحله الفرد اللي انا هوريها لك، ادخلها الفرن اشمعها، وبعد كده نشيلها في الفريزر زي ما انت عايزه.
وجايبه لك النهارده برضو الصوص بتاعنا اللي انا وعدتك بيه واللي انا بعمله وبشيله علب. الو استاذه فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاكل الحلو ده ربنا يخليك يا رب. انت احسن يا استاذه فاطمه، نورتيني باتصالك. عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه يا حبيبتي. انت طيبه ربنا يخليكي يا حبيبتي. تأمريني باي سؤال يا استاذه فاطمه؟ لا ابدا والله، ده انا بس كان في حاجه كده كنت عايزه اقولها. اتفضلي تحت امرك. بس عايزه يعني اتكلم كده واقول يا رب بس يشفي مصر من المرض اللي احنا فيه ده. امين يا رب. احنا بندعي مع حضرتك كلنا وبنقول اللهم ارفع البلاء يا رب واعوذ بك من شر الوباء. اللهم امين يا رب. كلنا بندعي مع حضرتك وان شاء الله ازمه وهتعدي، واحنا عدينا من حاجات كتيره جدا قبل كده وان شاء الله ازمه وهتعدي. وخليكوا في البيت، خليكوا في البيت عشان سلامتكم وسلامه الاسره الكريمه. خليكوا في البيت وتفرجوا على الصحه والجمال، فيها كل حاجه انتوا عايزينها، برامج ترفيهيه ودينيه وسياسيه ومطبخ. خليكوا في البيت واحنا هنجي لكم لحد عندكم. اقول مقادير البيتزا تاني وانا شغاله: كيلو دقيق، معلقه سكر ممسوحه، معلقه ملح ممسوحه، معلقتين خميره فوريه بدوبهم في ربع كوبايه ميه، ومعايا معلقه خل. انتوا عارفين انا في المعجنات، اللي متابعني انا بشتغل على طول بالخل في المعجنات، بتبقى طريه والحلويات وكل حاجه ما بستغناش عن معلقه الخل دي. ومعايا ربع كوبايه زيت، ده بس اللي انا محتاجاه النهارده للبيتزا بتاعتي. اي حد بقى بيحط زبادي، لبن رايب، بيض كده، دي كلها حاجات اختياريه، بس هي دي المقادير الاساسيه. وان شاء الله في حلقه تانية اعمل لك البيتزا الايطالي، هي ما بتحطلهاش سكر خالص وهي بتتعجن كمان بالملح، بيكون هو النسبه الاكبر. هعملها لك ان شاء الله في حلقه جايه. خلاص كده هشوف الخميره اهي اتفعلت معايا كده، يبقى الخميره بتاعتي الحمد لله نشطه وجميله، اطمنت ان هي كده سليمه. وهحط معلقه الخل بتاعتي ولسه معلقه الزيت، ربع كوبايه الزيت اللي هم 4 معالق زيت، مش هنزلهم دلوقتي الا لما اعجن. هعجن بايه؟ هعجن بميه دافيه مش سخنه عشان ما تموتش الخميره. خلاص كده شكرا، هنشتغل بايدينا. نسمي الرحمن بقى ونعجن. شغل المعجنات يا جماعة ممتع جدا وجميل جدا، لو خدت عليه مش هتبطلي ان انت تعملي معجنات، وبيبقى حاجات سهلة وبسيطة خالص خالص، ما بتاخدش منك وقت ولا مجهود. تاني المية اللي تعجني بيها الخميرة، خلي بالك ان هي تكون دافية مش سخنة عشان ما تموتش الخميرة بتاعتك والحاجة بتاعتك تتفاعل. هياخد قد ايه مية؟ بيختلف من دقيق لدقيق، بس انا هقولك هما من 2.5 لـ3 كوبايات. عامة بياخد معايا كيلو دي من 2.5 لـ3 كوبايات مية. بسم الله. هفضل كده اديها ولم. لسه احنا هننزلها على الكونتر دلوقتي وهتبقى معركة بيني وبين البيتزا، بس استنى. احب وانا بنزل المية كده وشغالة في البيتزا ان انا اتكلم معاكم عن موضوع الفسيخ، عشان اللي هياكل فسيخ اهم حاجة ان المصدر يكون موثوق اللي انت جايبة منه الفسيخ، مش اي حد وخلاص طبعا، عشان انتوا عارفين الفسيخ دون يعني. المقادير البيتزا معانا على الهوا اهي، مقادير سهلة وبسيطة: كيلو دقيق، معلقه سكر، معلقه ملح، معلقتين خميره، ربع كوبايه ميه، معلقه خل، ربع كوبايه زيت. اعتقد مفيش اسهل ولا احسن من كده. مقادير موجوده عندي وعندك وعند كل الناس ان شاء الله. لسه بنزل الميه واحده واحده مش كتير، دايما جنبي بيبقى فيه ميه زياده ودايما بيبقى فيه دقيق زياده، عشان الميه لو زادت مني اقدر الم بالدقيق، ولو الميه ولو الدقيق كتير اقدر اطريها بالميه. هي عجينه بتبقى طريه وبتلزق سنه، ما بتبقاش عجينه ناشفه. عجينه البيتزا
عجينة طرية بتلزق شوية، ما بتبقاش عجينة ناشفة. هكلمك تاني على الفسيخ، اهم حاجة المصدر يكون موثوق اللي انا قلتلك عليه. تاني حاجة لازم ندخلها الفريزر 48 ساعة عشان اي بكتيريا او اي جراثيم بتتقتل من درجة الحرارة، درجة البرودة. فانا ادخلها الفريزر قد ايه؟ 48 ساعة. طب ما فيش وقت ده شم النسيم بكرة، يبقى ممكن من النهاردة لبكرة اقل حاجة 6 ساعات عشان البكتيريا الضارة تتقتل فيها. خلاص اهي اتلمت معانا، هوريكي بقى ان انا هنزل الزيت دلوقتي ان شاء الله. الزيت 4 معالق زيت او ربع كوباية باللي انت معايرة بيها. هنزل الزيت وابتدي ان انا المها بالزيت كده، وهيسهل معايا كمان لم العجينة، وهاخدها على الكونتر واشتغل بيها. اكلمك تاني عن الفسيخ واقولك لازم تحطيه في الفريزر اقل حاجة 6 ساعات عشان اي بكتيريا ضارة او اي جراثيم فيه بتموت من البرودة. حاجة تانية، الفسيخ عامة او الملوحة الحاجات دي من الحوادق، فلو كلهم الانسان العادي اللي ما عندوش ضغط ولا اي حاجة بتورم او بتنفخ. فهعمل ايه؟ لازم ادخل. الو استاذة نصرة، اهلا بيكي، ازيك يا شيرين؟ اهلا وسهلا، منورة الشاشة والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انتي منوراني باتصالك. ربنا يخليك. ليه طلبين عندك لو سمحتي؟ واموريني 10 طلبات. ربنا يخليك، تسلم يا رب. انا امبارح عملت بيتزاية عجنتها وسبتها تخمر حوالي ساعتين، وبعد ما شكلتها وحطيتلها الحشو عليها والصلصة كله خمرتها تاني وحطيتها الفرن، فرشت العجينه، فرشت بقت رقيقه قوي قوي، والجبنه الموتزاريلا دي اتحرقت نشفت بقت ناشفه من فوق ومن تحت. اعمل فيها ايه بقى؟ ارميها بقى ولا كده باظت ولا ايه؟ هو حضرتك كنت مولعه الفرن تحت وفوق؟ ايوه كنت مولعه الشوايه والفرن. لا احنا بنولع تحت الاول وبعدين بنولع الشوايه بالظبط 3 دقايق تاخد وش والجبنه تسيح. وحاجة تانية برضه هقولها لك دلوقتي، احنا لما بنخمرها هخمرها دلوقتي وبعدين هكورها واسيبها تستريح بس كده، خلاص مش هخمرها تاني في الصاج، لا انا بريحها 5 دقايق بين كل حاجة وحاجة. هي معلتش يعني؟ هي معلتش يا شيخ ايمان، معلتش زي ما هي. بصي يا استاذة نصرة، يبقى حضرتك ما عملتيش تيست للخميرة اللي انا لسه متكلمة حالا عنه دلوقتي، معرفش انت سمعتيني ولا لا. ايوه لا ما عملتش، لا ما عملتش زي ما حضرتك عملت. بالظبط كده، يبقى هي الخميرة بتاعت حضرتك كانت مش نشطة او كانت مش كويسة، فما عملتش معلتش الخميرة معاكي. بس ده عيب خميرة مش عيب حضرتك، فمعلش جربيها بالطريقة بتاعتي دي وهتعجبك قوي قوي قوي، وهتعجب ولادك ان شاء الله. نورتيني باتصالك يا استاذه نصر. بصي حضرتك عملت ايه؟ حطيت ربع كوبايه الزيت ولمتها من الطبق ونزلتها على الكونتر، وهنتخانق مع بعض ايه خناقه جامده دلوقتي، عشان هي اهم حاجه في البيتزا ان هي تتعجن حلوه قوي، ده الشغل اللي فيها. عندك عجان بتاخد 7 8 دقايق، ما عندكيش عجان بتاخد ربع ساعه او 12 13 دقيقه كده، دعكي كده تعجني وكده بطني ايدك تفردي وترجعي تلميها تاني وانت جايه، تاني اهي كده، وبترجعي تجيبيها تاني وانت جايه اهي. والله يا جماعه شغل المعجنات ده انا عن نفسي بعشقه جدا، متعه، بفرح قوي لما بكون اي معمل حاجه معجنات، وبفرح قوي لما بتطلع حلوه وبتعجب اللي حواليا. واحنا بنعجن كده وبنتخانق مع البيتزاية بتاعتنا، هقولك اكملك باقي الفسيخ. الفسيخ والملوحة من الحاجات اللي بتخلي الجسم يعبي مية بيورم، يبقى انا محتاجة ايه؟ محتاجة حاجات فيها بوتاسيوم. البوتاسيوم بينزل المية الزايدة في الجسم،
اللي هو ايه؟ الخيار، البقدونس، الجرجير، الكابوتشا، الحاجات دي بتنزل معي. طبعا الليمون. بعد كده ما ناكل الفسيخ، ناكل معاه الحاجات الخضراء الحلوه دي اللي انا قلت عليها، البصل الاخضر طبعا. وبعد كده اشرب كوبايه ليمون وعليها ربع معلقه كمون، كاني هعمل شاي ميه سخنه عليها نص ليمونه وربع معلقه كمون. يبقى كده انا اتخلصت من كل الميه الزايده اللي الفسيخ او الملوحه او اي حاجه حادقه دخلتها لي جسم. بصي قد ايه العجينه معاكي جميله وطريه اهي، ولسه ما عجناش فيها. هكملها كده بس عجن كده بسيط وهشيلها. استاذه مريم، الو، معلش يا استاذه مريم، رجعي تكلمينا تاني، شكرا لاتصالك. بصوا يا جماعه العجينه اهي في منتهى الجمال، واتلمت وخدت بالظبط المقادير اللي انا قلت لك عليها وناجحه، وجربيها اهي. هعمل ايه؟ احط شويه زيت، اجيب الفرشه بتاعتي واحط شويه زيت كده من تحت، واحط العجينه بتاعتي وعليها شويه زيت من فوق، وخلاص خلصت العجينه بتاعتي. هغطيها واسيبها تخمر زي ما قلت لحضرتك، مستعجله عليها، بتولعي الفرن 10 دقايق وبتدخليها تدفي الفرن طبعا الاول وتدخليها. طيب مش لازم استريتش، انا هفتح كيس اهو، كيس ثلاجه عادي خالص. طبعا انت في البيت شغاله براحتك بايديكي، خلاص كده وهسيبها تخمر. انا عامله لحضرتك قبل الهوا نسخه، نفس المقدار اللي انا حطاه، نفس المقدار بالظبط. نفس المقادير بتاعت الكيلو اهي اللي انا عملتها دلوقتي. بصوا لما خمرت سبتها خدت راحتها خالص وخمرت خالص. واهو اسمي الرحمن كده واشوفها، بسم الله. كده هي قعدت اكتر من ساعة يا جماعة اهي، بصوا زي الفل ازاي. عامل ايه؟ اسمي الرحمن كده وانزلها. بسم الله اهي. بصي بقى عامله ازاي، عجينه تحفه، نفس المقادير اللي انا عملتها. الو استاذ ابراهيم، الو. الو مساء الخير. اهلا، مساء النور. تسلم ايديكي والله، ربنا يخليك يا رب، يسلم لي ذوقك. يعني انا ماليش في الاكل، بس ما بتفرج على حضرتك بجوع. ربنا يخليك يا رب، اتفضل معانا. معلش انا ما حضرتش المكونات بتاعه البيتزا، فيا ريت تقوليها تاني. عيني. حاضر يا استاذ ابراهيم، ليك اي سؤال تاني؟ يا فندم، انا اسمي ابراهيم هلال. اهلا وسهلا. المقادير، المقادير بتاعه البيتزا هي قدام حضرتك على الهواء يا استاذ ابراهيم، نورتني باتصالك. اهي البيتزا بتاعتي الكيلو الدقيق، زي ما انت عايزه بقى ايه تعملي، اعملي الكميه دي بتاعتك انت. عايزه تشتغلي 3 صواني او 4، عايزه تعملي ميني بيتزا تنوعي. انا النهارده اعمل لك 3 صواني بيتزا، وهعمل كمان ميني حبه كده للاولاد ايه بيحبوا. الصينيه بتاعتي هدهنها زيت اللي انا هحط فيها العجينه بتاعتي بعد ما اقطعها.
ماشي، هسمر الرحمن وهقطع بقى كده. بسم الله. اهي، والمها كده. بص قد ايه العجين عشان واخده راحتها في التخمير. سهله معاكي ان انت تشتغلي بيها اي حاجه. اي حد بقى بيحط للبيتزا زبادي، لبن رايب، لبن باودر، بيض، كل دي زياده، انما دي العجينه الاصليه بتاعه البيتزا. وكمان هكلمك على الصوص الجميل السهل جدا بتاع المطاعم، بنشتغل بيه جوه المطاعم بمنتهى السهوله وناجح جدا وطعمه مميز قوي. اهم معانا عملتهم اربعه. استاذ ابراهيم. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. منوره الشاشه والله، وبتعملي حاجات جميله بتنفعينا دايما. ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش من ذوقك. الله يخليك. لو سمحت، كنت بالنسبه لل عايز اعرف طريقه البسبوسه، بس الطريقه ان هي بتنشف دايما، يا اما بتنشف يا اما ما بتبقاش، يعني ما بتبقاش كويسه، يعني بتبقى دايما فيها حاجه غلط، بتشقق لما بحط فيها عليها السيرب العسل. ما بتبقاش كويسه يعني. عايز اعرف افضل طريقه تعمل بقى البسبوسه عشان نعملها ان شاء الله. من عينيا الاثنين. حاضر يا استاذ ابراهيم، اقول لحضرتك حالا على مقادير البسبوسه. احنا عملناها هنا مع بعض والحمد لله كل اللي اتصل قال ان هي كويسه. معانا استاذه ايه، وهجاوب حضرتك يا استاذ ابراهيم. استاذه ايه. الو. الو، اهلا وسهلا. ايوه استاذه ايه، مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. ازاي حضرتك؟ منوراني. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه واسرتك الكريمه بخير يا رب. حضرتك انا كنت عايزه اعرف طريقه الكيكه الاسفنجيه. الكيكه الاسفنجيه؟ حاضر. معلش يعني حضرتك، كنت عايزه الرقم بتاع حضرتك. من عينيا. حاضر، في الكنترول. خد الرقم بتاعي هيديهولك على طول، وهقول لحضرتك الكيكه الاسفنجيه. حاضر، من عينيا الاثنين. نورتيني باتصالك يا استاذه ايه. بص بقى، على ما تريح الدقيقتين هكلمك على الصوص بتاعنا الجميل ده. الصوص ده عملته ازاي؟ جبت كيلو طماطم. كيلو طماطم عملت ازاي؟ جبت الطماطميه كده، رحت قطعتها، شلت اللي فوق وقطعتها أربعة، وحطيت جواها توميه. توميه لكل طماطميه، وشويه ملح وشويه فلفل، وحطيتها في الصينيه كده. حطيت الكيلو كله معايا بنفس الطريقه. ماشي. يبقى حطيت الطماطميه قطعتها أربعة من فوق، حطيت فص الثوم، وحطيت ملح وفلفل معايا، ورصيتها في صينيه ودخلتها الفرن من غير حتى ما ادهن الصينيه بتاعتي زيت. تاني، كل طماطميه هقطعها من فوق، اعمل لها علامه زائد كده، واحط فيها توميه، واحط شويه ملح وفلفل، واحطها في صينيه وادخلها الفرن من غير اي ماده دهنيه، ولا حتى هحط ماده دهنيه في الصينيه بتاعتي. يبقى انا بعمل لها عمليه شوي، بس هخلي بالي ان انا كل شويه هبص عليها ومش هسيبها عشان ما تلسعش مني. خلاص اتشوت، جربتها، جيت شلت طلعتها، شلت القشر، لقيتها بتتشال بسهوله، يبقى هي خلاص وصلت معايا المرحله اللي انا عايزاها. هعمل ايه؟ هسيبها تبرد شويه واضربها في الخلاط، وبعد ما اضربها في الخلاط هحط لها شويه زيت، واحط لها شويه زعتر، ريحان، نعناع، النكهه اللي حضرتك بتحبيها. استاذ يوسف. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازاي اعمل بسكيت؟ نعم. سمحت، ازاي اعمل بس كريم بشكل حلو مش تنحرق يعني؟ اعمل الايه؟ مش تنحرق البيس كريم. مش انحرق. مش سامعه والله سؤال حضرتك. البيس كريم. البيس كريم. البيس كريم. اه ماشي. حاضر، اسمها البيستري كريم. حاضر، هقول لحضرتك عليها.
البايست كريم من الحاجات الحلوة السهلة السريعة اللي لازم ناخد بالنا منها عشان ما تتلسعش معانا. من عينيا حاضر هجاوب حضرتك، بس ايه اشتغل بسرعة في البيتزا بتاعتي عشان تلحق الوقت معايا. يبقى بعد بكمل معاكي الصوص بتاع البيتزا. بعد ما ضربتها في الخلاط نزلتها صفيتها، هتنزل حاجات بسيطة خالص خالص كده، مش هحط بقى ملح وفلفل ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا اي حاجة، انا حاطة التوم فريش معاها وتشوى معاها في الفرن وخد النكهة منها وهشتغل كده على طول. الو استاذة اسراء. الو. الو. اهلا وسهلا. ممكن نكلم الدكتورة صوفيا؟ نعم. ممكن نكلم الدكتورة صوفيا؟ الدكتورة صوفيا؟ معلش احنا دلوقتي الفقرة معانا شيف اسماء، ينفع؟ شرفتينا باتصالك. بصي العجينة ما قعدتش كتير تستريح، بس عشان متخمرة كويس بتفرد معايا كويس. الصوص بتاعي بعد ما قلت لحضرتك ان انا شويت الطماطم في الفرن اخلي بالي عشان ما تتلسعش مني كده، افرد بمنتهى السهولة، بتتفرد معايا عجينة طايعة اهي وبتمشي معايا بمنتهى السهولة عشان مرتاحة، وهتعملي احلى بيتزاية ان شاء الله. الصوص بعد ما ضربته في الخلاط صفيته حطيته في حلة كده ظريفة، ورحت حطيت معايا شوية زيت، ومش هحط عليه الزعتر ولا الروزماري ولا النكهة اللي انا عايزاها، ممكن ريحان ممكن نعناع، النكهة اللي حضرتك تفضليها. بعد ما فردتها كده في الصينية اهي ما سبتهاش تستريح ولا اي حاجة، هعملها كده عشان ما تقبش وتبقى زي رغيف العيش معانا في الفرن اهي. وحضرتك بتحطي بقى النكهة اللي انت عايزاها على الوش، سواء خضار او بسطرمة او باقي عندك حتة بانيه، اي حاجة انت تفضليها. اخد من الصوص الظريف اللي انا كلمتك عنه دلوقتي، بصي لونه اساسا من قبل ما يستوي، ولما بتستوي بتبقى منظرها كمان تحفة. انا حط عليه نكهة زعتر بس بعد ايه، بعد ما طفيت عليه مش وهو على النار، نزلت شوية زيت ونزلت شوية زعتر. احط عليه بقى اللي حضرتك عايزاه، عندي مثلا بسطرمة وعندي زيتون. الو. الو لو سمحت بتقولي ايه؟ الو. الو. اهلا وسهلا. انا اسمي حضرتك شاهين ده. اهلا وسهلا استاذ شاهين ده، نورتيني. الو. ايوه مع حضرتك يا استاذ شاهين ده، تأمريني بشيء؟ ايوه انا كنت عاوزة اسأل عن مدام صوفيا على حاجة، بس لما حاضر في الكنترول يقول لحضرتك ميعاد استاذة دكتورة صوفيا امتى ويجاوبك كده. وحط شوية فلفل معنا. اتصال. الو. 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 اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا استاذة وفاء، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. بقولك ممكن اسألك سؤالين لو سمحت؟ اتفضلي اللي انت عايزاه. بصي هو بالنسبه للليمون المخلي اللي هو بعصر، هو انا بعد ما اخلصه لازم احط له زيت من فوق؟ لازم تحطي له ايه؟ زيت من فوق. اه طبعا، لان الزيت ده الماده العازله اللي مش هتخلي الليمون بتاعي يخش له اي ماده فيعمل ماده عفن من فوق اللي هي السودا دي، فلازم الزيت معاكي. طب ممكن بس حضرتك تقولي على طريقه الرقاق الطريق؟ حاضر من عينيا الاثنين. اقول لحضرتك نورتيني باتصالك. دخلت اول بيتزاية، ادي التانية اهي. استاذ احمد معلش كلمني مرة تانية. حضرتك عايزة تشتغلي بالنشابة؟ تمام. عايزة تشتغلي بدي؟ انا بستسهل دي قوي، فعايزه تشتغلي بالنشابه. تمام. ما عندكيش نشابه، بعد لفه الاسترتش ما بتخلص او الالومنيوم بتاخدي اللي هي الجامده اللي دي اللي بيبقى ملفوف عليها وبتشتغلي بيها على انها نشابه. اي حاجه في البيت تقدري تشتغلي بيها وتعملي بيها اللي انت عايزاه.
استاذه زينب. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه اسماء؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اسال على حاجه؟ اموريني اللي انت عايزاه. عايز اعرف بس طريقه المكرونه بالبشاميل ازاي. حاضر، من عينيا، نورتيني باتصالك يا استاذه زينب. لازم نعمل المكرونة البشاميل هنا على الهواء من كتر الأسئلة اللي بتيجي عليها، وهي من أسهل الحاجات اللي بتتعمل. الصوص ده أساساً لوحده يا جماعة ريحته تحفة. سامحوني لو ما قدرتش أجاوب على كل الأسئلة، بس إن شاء الله الحلقة الجاية هجاوب عليها وهعمل معظم اللي طلبه عملي هنا. كل حاجة إن شاء الله نعملها هنا مطبخ على الهواء. أستاذة شهندة. ألو. معلش كلميني مرة تانية كده. معايا صدر فراخ اهون بانيه، جبت مثلا البانيه أشيل منه قطعة قطعتين كده لأي ظرف طارئ ولا حاجة. هنا بقى لو هقولك على حاجة جميلة جدا، لو عايزة تخزني البيتزا معايا هنعمل ايه. هفردها من غير اي حاجة زي ما بفردها، وحطها في الصينية، ادخلها الفرن بالظبط 3 دقايق من تحت. بتعمل ايه؟ بتتشمع معايا بس، وبتبقى خدت ان هي مسكت نفسها بس، واسيبها لما تبرد. استاذ موسى. الو. الو استاذ موسى. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك يا استاذ موسى، تأمرني بشيء؟ معلش كلمني مره تانية. استاذه شهنده. الو. الو. ايوه يا استاذ شهنده، مع حضرتك. احنا بنحبك قوي يا دكتوره. ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك ولا من ذوقك. لا والله احنا بس استطعنا عشان نشجع حضرتك بس. والله ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من تشجيعكم يا رب. والله انت بصراحه يعني انت بتاخدي العقل. ربنا يخليك يا رب، انت الاحسن ونورتيني باتصالك. ربنا يخليك ليا. ماشي، تأمرني بحاجه؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبتي يا رب، شرفتيني باتصالك. استاذه نصرة. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، نورتيني. نور انت، منوره الشاشه والله كلها. ربنا يخليك يا رب، كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. ربنا يخليك يا رب. لو سمحتي عايزه بس اعرف طريقه الكيكه العاديه. وعايزه اعرف وصفه لغسيل السجاد تخليه يعني نضيفه حلو كده. عينيا. حاضر، من عينيا ليك. نورتيني باتصالك يا استاذه نصره، كل سنه وحضرتك طيب. هجاوب استاذه نصره، بس كنت عايزه اوريكم حاجه معايا كده عشان نعمل الشيبسي للولاد في البيت بمنتهى السهوله ويطلع مقرمش. دي بطاطس انا عملتش حاجه، غسلتها بس، وممكن اعملها زي ما هي بالقشره بتاعتها، لان الفايده الصراحه في القشره. ام عمار. الو. الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. أموريني يا معمار. لو سمحت انا عاوز اعرف طريقه عمل المكرونه اللازانيا. انا عندي جبت كيس بس مش عارفه الطريقه بتاعتها بصراحه. اقول لحضرتك عليها، سهله جدا جدا جدا. اقول لحضرتك يا معمار، نورتيني باتصالك، كل سنه وحضرتك طيبه. عملت ايه؟ غسلت البطاطسايه ونشفتها وجبتها كده، جبت المقوار بتاعي اللي انا بقور بيه الكوسه والفلفل عادي خالص، وحطيته في البطاطسايه بتاعتي، والزيت بتاعي هشوف بس سخن ولا لا، اهو بسرعه كده. استاذ كمال. الو. 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 اهلا وسهلا. اهلا استاذ. اهلا يا استاذ كمال. معاك كمال. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. ما خليك يا فندم. وامرني. طيب أستاذ. اهلا وسهلا. ليك اي سؤال يا استاذ كمال؟ نعم. كنت عايز اعمل معاك، كنت عايز اعرف طريقه الفطير، الفطير بالليمون والنعناع. الفطير بالايه؟ الفسيخ.
حاضر من عينيا، كل سنة وحضرتك طيب. حاضر، هقول لحضرتك حاضر على الفسيخ بالليمون والنعناع، وكل سنة وحضرتك طيب، والإخوة الأكباد كلهم طيبين، وشم نسيم في البيت سعيد إن شاء الله. كده الزيت سخن معايا قوي، فايه مش هستنى عليه. زي ما انت شفتي بسرعه بسرعه كده هي ايدي شغاله، والبطاطس تنزل في الزيت السخن، ويبقى عندك احلى شويه شيبسي سهل وسريع. استاذه وفاء، الو. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك بس انا كنت عايزاكي تقولي لي طريقه الرقاق عشان اعمله لو سمحتي. الرقاق الناشف. الرقاق الناشف؟ اه. حاضر، يعني حضرتك عايزه الرقاق وعايزه تعمليه على طول؟ اه عايزه اعمله اه لو سمحتي. يعني. من عينيا، حاضر. هكمل باقي البطاطسايه ده واقول للاستاذه وفاء على الرقاق. نورتيني باتصالك. معانا ام محمد، الو. ام محمد شكرا على اتصالك. زي ما انت شايفه كده الزيت سخن معايا، وبنزل بالبطاطسيه بسرعه كده، ويبقى عملت لهم احلى واسرع شيبسي كده في البيت تقعدوا تتسلوا بيه وانتوا قاعدين كده، وشم النسيم في البيت احلى ان شاء الله. فكره سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت ولا مجهود. قبل ما انسى كده البيتزايه بتاعتي اروح ابص عليها. اللي تحت اشوف بس تحت اتعمل ولا لا. هي ما بتاخدش وقت معايا لو العجينه مظبوطه. معانا ام محمد، الو. لو سمحت يا شيخ هسألك، عجبنا الشرايح دي ممكن اني انا احطها على البيتزا من فوق تبص معايا بالظبط ولا ما تخشش الفوق؟ لا لا تخش، ينفع، مفيش حاجه ما تنفعش. ينفع. طب والنبي يا شيخ لو سمحتي عايزه اسال على طريقه القشطه لما اكون اعملها في البيت. طريقه ايه؟ القشطه لما اعملها في البيت. عينيا، حاضر. بس كده تأمرين. كل سنه وحضرتك طيبه، نورتيني باتصالك. شيبسي سهل سريع جميل جدا، معاكي مقرمش اهو، وهيعجب ولادك، ويبقى انت ما اشتريتهمش حاجه من بره. بص العجينه كل ما بتقعد كل ما بتريح معايا. اخد شويه زيت واوريكي هعمل الميني بمنتهى السهوله. بتقطعيه عندك بكوبايه بغطا كده لغايه ما اللي في الفرن يطلع معايا. تقدر ان انت تعملي كذا نوع وكذا حاجه في وقت واحد، وما توقفيش نفسك على حاجه، واعملي لاولادك كل الاكل اللي بياكلوه بره في البيت بمنتهى السهوله وباقل تكلفه. كيلو دقيق معايا بيعمل 5 بيتزات او 6 بيتزات، انا عشان شلت واحده كبيره هعملها ميني فعملتهم على 4 بس، انت ممكن تعمليهم على 5 وعلى 6 كمان. أستاذة ياسمين، ألو. ألو. أم ياسمين، ألو. أه أيوه. أيوه مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا ست، عاملة إيه؟ الحمد لله، ازي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة وأسرتك الكريمة يا رب. بقول لحضرتك أنا كنت عايزة طريقة عمل الزبادي. أه. وكمان طريقة عمل البطاطس. الزبادي وايه كمان؟ البطاطس. حاضر، هقول لك تورته البطاطس سهله قوي، وحابه ان انا اعملها لك على الهواء قوي، سهله جدا. حاضر، ممكن اقول لك على الزبادي سريع سريع كده. عندي كيلو اللبن بحط له معلقتين، بدفي اللبن كده يغلي واسيبه كده لما يبقى دافي، واحط عليه معلقتين زبادي او علبه من الزبادي الصغير. هتشتريها مرة واحدة بس عشان هي دي هتبقى الخميرة بتاعتي، ومش هشتري تاني زبادي من برة.
بصي القطعة دي عندك تمام، نقطع بيها الميني. ما عندكيش القطعة دي، ممكن تشتغلي بغطا، غطا حاجة، غطا كوباية، برطمان كوباية، البوق بتاعها اللي انت عايزاه كده. وادهن الصاج بتاعي زيت وارصص كده سم الرحمن، واخد الميني دون وارصصه معايا هنا في الصينية، وابص على البطاطس. نعمل كل حاجة كده في وقت واحد. هي بتبان ان هي ماسكة ببعضها تحت، بس اول ما بتتحمر كل واحدة بتبقى لوحدها. ارجع تاني للزبادي بتاع حضرتك. هجيب كوباية زبادي على كيلو اللبن، كوباية زبادي اللي هي صغيرة على كيلو اللبن، ومعلقة سكر. الزبادي عندي يكون دافي، اللبن عندي يكون دافي، غليته وسبته يبرد لحد ما يبقى دافي كده، وبعدين انزل عليه الزبادي ومعلقه السكر وادوبهم كويس قوي قوي مع بعض. واصب عندي عندك طبعا الفخار دون الجميل في الزبادي ماشي، ما عندكيش في الكوبايات اي حاجه. بكون مدفيه الفرن بتاعتي، مدفيه الفرن بتاعتي كويس، واشوفها احط فيها اطفيها اخليها تسخن كويس، وبعدين اطفيها، وبعدين ادخل الصينيه بتاعتي بالكوبايات. ما احطش في الصينيه ميه يا شيف، لا ما تحطيش ميه، اشتغلي بيها كده وعلى ضمانتي ان شاء الله هتطلع زي الفل معايا. مش لاقيه اطباق الشيبس كده لونه جميل، هطلعه. بطاطسايه بتعمل كميه كبيره، انت تقدري في البيت تعملي الكميه اللي انت عايزاها، انا بس حبيت ان انا اديلك الفكره وحضرتك تشتغلي براحتك الكميه اللي انت عايزاها في البيت. نبص على البيتزا بتاعتنا، هشوفها من تحت لو تمام هولع لها الشوايه بالظبط دقيقتين. يعني قربت اهي القعر معانا، ممكن ابدل اللي تحت فوق واللي فوق تحت. بسم الله، يبقى عملت لهم احلى بيتزا ومنتهى السهوله. ومعانا الميني هنا، هعمل فيه نفس. استاذه مريم، الو. ايوه اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. حضرتك بصحه. بقول لحضرتك المتصله اللي قبلي قالت لك على طريقه الزبادي. على ايه؟ المتصله اللي جت قالت لك على طريقه الزبادي. الزبادي؟ بس بصي، ينفع يا شيف اعمله لبن الشركات، لبن بلدي؟ ينفع ينفع، بس انا بقول لك يعني هو بيبقى الدسمه بتاعته كده في اللبن اللي احنا بنجيبه من عند اللبان، فينفع جدا ان انا اشتغله اي لبن باكت، سواء العلبه او الكيس او اي حاجه عندك اشتغلي بيها. يعني ينفع اللبن الباكت البقري اللي تبقى في المحلات؟ ينفع ينفع. هي الزبادي اللي انت بتشتريه دون ما بيبقاش، بيبقى اللي انت شاريه من السوبر ماركت ده اللي هو الكياس او العلب، ما بيبقاش لبن طبيعي بخير اللي هو كامل الدسم من عند اللبان، فينفع جدا انت تشتغلي بيه. واسيبه شفت الفرن الحار، عملت مثلا من بالليل وكده اسيبه لحد الصبح في الفرن، والصبح هطلعه زبادي. هو بيقعد بالظبط 6 ساعات. يعني انا بصي عامه ممكن اكون قبل الفطار او في الفطار بالظبط كده اقوم عاملاه سريع سريع وحطاه على السحور، بيبقى تمام. وانا بحضر السحور بدخله الثلاجه وبطلعه بيبقى الزبادي زي الفل. انت عايزه تسيبيه ممكن وقت اكتر من كده بيطلع برده معاكي زي الفل، اهم حاجه ان هو بيفضل 4 5 ساعات في مكان مكتوم. لو انت هتشغلي الفرن بتدوري على اي حاجه عندك درج، اي حاجه مكتومه وبتدخليها فيه، ما توقفيش نفسك على حاجه. الميكرويف فاضي، الفرن فاضيه، رف فاضي، اي حاجه ما بيخشلهاش هوا اشتغلي بيها وعلى ضمانتي ما تخافيش. وبالهنا والشفا.
اهو يبقى عملنا البيتزا وعملنا الميني وعملنا كل حاجة نفس ولادنا فيها وبيشتروها من برا في البيت بمنتهى السهولة. منسوش يا جماعة لما تاكلوا فسيخ تشربوا مية كتير وتاخدوا حاجات فيها بوتاسيوم، الحاجات الخضرة، الحاجات الخضرة عشان تنزل الموالح بتاعتك بتاعت الفسيخ او الملوحة اللي احنا هناكلها. وكل سنة وانتم طيبين. الشيبسي بصي بطاطساية ولسه ما كملناهاش، بصي عملت كمية قد ايه. يلا ابدعي واعملي لولادك، ما تخليهمش يشتروا اي حاجة ولو بسيطة من برا. خلاص البيتزاية معانا هتطلع وهنروح نشوفها دلوقتي. خلاص قربت معانا اهي. زي ما انتوا شايفين ناقص لها تركه صغيره اهي من تحت. ابص على القعر بتاعتي. خلاص يا كمان ريحتها في منتهى الجمال، وان شاء الله تكون فكره بسيطه كده تقدري ان انت تعمليها لولادك بمنتهى السهوله. وما تنسيش الصوص الجميل بتاع البيتزا اللي انا قلتلك عليه، هو ده اللي بنشتغل بيه جوه المطاعم، جايبهولك النهارده من مطبخي على الهوا عشان يبقى اسرار المطاعم كلها عندنا في البيت نقدر نعملها ومش هنروح اي حته، المطعم هو اللي هيجي لنا لحد عندنا. خلاص انا بشتغل اهو في الميني على ما اطلع البيتزا بتاعتي. يبقى كيلو الدقيق يعمل لك 4-5 بيتزات محترمين، ويعمل لك حبه ميني كده اللي انت عايزاه، وبتقدري تحطي عليها الحشوه اللي انت عايزاها. التالتة دي انا عاملها خضار بس، او عاملها ميكس جبن اللي انا حباه واللي انا عايزاه واللي موجود عندك في التلاجة، اي بواقي اي حاجه تطلعيها تشتغلي بيها. يا رب اكون قدرت اوصلك كده ايه فكره بسيطه وسهله وتقدري ان انت تعمليها وتعجب ولادك ان شاء الله. تاني يا جماعه ما تخرجوش من البيت، شم النسيم احلى في البيت ان شاء الله عشان صحتك وصحه ولادك واسرتك الكريمه. وكل سنة وانتوا طيبين، كل سنة والاخوة الاقباط بخير. خلاص هطلع اللي في الفرن وادخل الميني، احنا بقى ايه نسويه مع نفسنا كده براحتنا عشان للأسف وقت الحلقة بتاعي بيمر بعاكو بسرعة جدا جدا جدا، ما بقدرش اعملك كل اللي انا نفسي اعملهولك، بس يا رب اكون قدرت اوصلك ولو اي حاجة بسيطة وتقدري ان انت تعمليها. حالا اهو اطلع البيتزا بتاعتي. اهي كانت عايزة شوية تاني، بس معلش عشان مضطرة ان انا اختم الحلقة بتاعتي. يا رب اكون قدرت اوصلك ولو اي حاجه بسيطه وسهله تقدري تعمليها في البيت بمنتهى السهوله. اوعي تنسي تجربي الصوص الجميل بتاعنا، صوص البيتزا هيعجبك قوي قوي وهيغير من طعم البيتزا خالص، هيوديها في حته تانية خالص. واشوفك على خير ان شاء الله في حلقه جديده. اشوفك على خير ان شاء الله في حلقه جديده سهله وبسيطه من برنامج مطبخي على الهوا من احلى قناه الصحه والجمال. كل حاجه جديده، كل حاجه مميزه هنا عندنا. واشوفك على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.